يا ناس يا عالم انطب المنازل، ترى المرض وصل للبن الوجه، وصل فوق الركاب، ترى المرض فتاك، الاشخاص المصابين فوق الخمسين سنة، الاشخاص المصابين دول اكثر ناس يصابون ينبادون، يا ناس يا عالم انطب المنازل، عمي البيت تطلع شخص واحد يتسوق، شخص واحد يجيب الملتزمات، يجيب البيت، ما له داعي 10 طعون، ما له داعي خليناكم حضرت جوات تجتمعون بالبيوت. ترى هذا اكبر غلط بحق انفسكم، بعد شو تريد نسويكم يا ناس يا عالم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. طبعا بداية دعونا نتحدث قليلا عن ساحة التحرير، استمرار ثورة تشرين حقيقة، استمرار الاعتصام، لكن طبعا بأعداد محدودة نظرا لخطورة تفشي فيروس كورونا وحرص الثوار وحرص المعتصمين والمتظاهرين على الالتزام بالقوانين قدر الإمكان من أجل تجنب انتشار هذه العدوى وهذا الفيروس في العراق. طبعا كالعادة قوات مكافحة الشغب تعتدي على المعتصمين في ساحة التحرير، كانت هناك محاولة يوم أمس لإزالة الخيام، لكن تبين أنها اعتقدت قوات مكافحة الشغب أن الخيام خالية، لكن كان هناك تواجد للمعتصمين فيها وصدوا هجوم قوات مكافحة الشغب وأوقفوا زحفها تجاه أو نحو خيام الاعتصام، وبالتالي أبعدوها عن هذه الساحات، وكذلك أوقفوا موضوع أو مشروع إزالة الخيام. المعتصمون قالوا أن القوات الحكومية قوات مكافحة الشغب كانت تعتقد أن خيام الاعتصام كانت خالية من المعتصمين، حاولت إزالتها لكن المعتصمين تصدوا لتلك المحاولة وأجبروا القوات الحكومية على التراجع. أشار المعتصمون أيضا في الساحة أنهم ملتزمون بتعليمات اللجنة الطبية، حيث اعتصموا داخل خيامهم وابتعدوا عن التجمعات الكبيرة في الساحة منعا لانتشار فيروس كورونا. اليوم بشكل عام مشاهدينا الكرام لدينا بعض المقاطع التي سنعرضها لحضراتكم، وسنتحدث بها عن فكرة ماذا يحصل في العراق، إلى أين أوصلت حكومات ما بعد الاحتلال العراق، إلى أي مستويات. سنتحدث جزء متعلق بالجانب الصحي وفيروس كورونا، وجزء أمني كذلك مهم للغاية نود أن نشاهده مع حضراتكم. نبدأ من النزاعات العشائرية التي لم تتوقف حقيقة. العشائر في العراق، هناك عشائر تمتلك أسلحة تصل إلى الثقيلة، تدخل في نزاعات فيما بينها. طبعا هنا يغيب دور الدولة تماما عن هذه النزاعات العشائرية، بل لا تستطيع حتى أو لا تتجرأ أن تدخل لفض هذه النزاعات، وحتى لسحب السلاح من أيدي كل الميليشيات وكل العشائر كالوعود التي أطلقت سابقا من رؤساء الحكومات. دعونا بداية نشاهد هذا المقطع من محافظة البصرة، وستشهدون أو ستشاهدون مقطعا ستشعرون أنكم في حرب فعلية. دعونا نشاهد. إلى أين أوصلت حكومات ما بعد الاحتلال العراق والعراقيين؟ إلى أي مستوى وصل البلد؟ هل يمكن أصلا تصنيف العراق كدولة في ظل هذا الانهيار التام في كافة قطاعاتها وكافة مجالاتها، واختراقها من قبل ميليشيات ومن قبل عشائر حتى بحملها للسلاح وإثارة الفوضى والعنف وإرهاب الناس وإرهاب المجتمع؟ معنا السيد أبو عمار من ذي قارة، تفضل يا أبو عمار. أستاذ محمد، حياك الله ابو عمار، اهلا وسهلا. تحياتي الى هذه القناه الشريفه، اني ما خضعت لهيك مساومات سياسيه ولا خضعت الى هؤلاء السياسيين من اجل المال ومن اجل المناصب. اثبتت هاي القناه قناه شريفه، قناه وطنيه من افضل القنوات. الحمد لله، بارك الله بك ابو عمار، تفضل.
استاذ محمد، نعم. عندي صديق مقدم، عندي صديق مقدم على حدود الشيامسة. نعم. والله والله قسم بالقرآن، قال أنا بالسيطرة بالشيامسة. نعم. وأتم تراسيم محميات من العمان من العتبات المقدسة يذهبون إلى إيران. وأنا وزوجتي في يوم من الأيام في حضرة الحسين. نعم. سامي الساعة 12 من الليل سألنا الناس اللي يجمعون الأموال في الحضرة الحسينية، قلنا لهم هاي الأموال وين تذهب؟ قالوا تذهب إلى إيران. أنا اسمع الشعب العراقي. أبو عمار صديقك المقدم، الأموال العتبات المقدسة تذهب إلى إيران. أبو عمار، وهاي الأموال السياسيين يودوا على إيران ويمولون الجيش الروسي والجيش السوري والميليشيات الحوثية. وأنا طالب المملكة العربية السعودية يكون لها موقف ودعمها للمتظاهرين، لأن استقرار السعودية واستقرار الدول العربية يأتي من المتظاهرين دول الثوار. وأطالبكم يا دول العربية يا السعودية، إذا هاي قوة الحكومة والميليشيات أطماحها تتوسع وإيران تشجعها، لأن تبلع اليابس والأخضر. نعم. وأطالب المملكة العربية السعودية، أطالب الجامعة العربية لون جامعك الموقف، لأن عزلوا قناة البغدادية لأن كانت تهاجم على الفاسدين. طيب. وذهبوا إلى مصر ودفعوا مبالغ رشوة البغدادية، وموقف الجامعة العربية معكيف. نعم. أبو عمار أنا أشكرك، كنت معنا من اللقاء، شكرا جزيلا لك للمشاركة. معنا السيد أبو زكريا من كركوك، تفضل يا أبو زكريا. الله يحفظك يا محمد، الله يحفظ قضاكم إن شاء الله، يحفظ أم العربية، يحفظ العراق إن شاء الله، يحفظ شهداء العراق، يحفظ أم العربية. أحيي قبلي أبو عمار. نعم. ابن محمد، نحن لا حكومة لا أي شيء. إيران حاكمنا من 2003 لحد اليوم. نعم. شوف الطائفية، شوف الإيرانيين بالعراق يدخلوهم بدون فيزا بدون أي شيء. شوف هذا الوباء المرض الخبيث اللي قاعد صار بالعراقيين من وراء الإيرانيين، من وراء هيش حكومة الحقيقة. الطائفيين حكموا العراق من 2003 لحد اليوم. العراق ما بيها حكومة، حكومة إيرانية مسيطرة على العراق من وريد للوريد. اللي يقول لك أنا حكومة عراقي والله كذاب ابن كلب، والله العظيم. أبو زكريا بدون تجاوز، رجاء بدون تجاوز حاج أبو زكريا. ابني محمد أنا قلبي محروق، عالم بيموتون بالروب بش. نعم. وهم بالشوارع. نعم. مستشفيات لا شيء ولا أي شيء، بس حضروا الجوال كتلوا العراقيين بالشوارع من الجوع. نعم. ابن محمد يعني والله العظيم أنا أفكر يعني هذول السياسيين جايين من إيران، جايين من أمريكا، يعني شلون واحد ما يتجاوز عليهم؟ يا ابن محمد بالقرآن طلعت عليكم يعني كتلوا ملايين العراقيين من 2003 لحذا لحلال اليوم. لا زراعة، لا صناعة، لا شغل، لا عمل. جهنا يقولون بالجبال يا ابن محمد، يعني خريجين يسوون بالجبال يا ابن محمد. عليك الله لا تقول لي لا تداول عليهم، خريجين كلاب وكلاب. أبو زكريا، أنا مقدر ومتفهم حقيقة غضبك وشعورك تجاه الوضع المأساوي اللي يعيشه العراق والعراقيين، ولكن حقيقة احنا نتحفظ ايضا على التجاوزات. هي مع كامل الاحترام والتقدير لشخصك، انت يعني حقيقة مشارك لست بجديد منذ فترات طويلة وتشارك معنا، لكن التجاوز هو مرفوض. هناك من يشاهد وهناك من يستمع، وهذه امور يعني غير صحيحة. انا اشكرك سيد ابو زكريا من كركوك، وطبعا أتفهم وأقدر مشاعرك بشكل كبير جدا. محمد من الناصرية، تفضل.
عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احييك واحيي قناتك المباركه. الله يسلمك. بالنسبه هذا يعني هو شيء يعني مضحك ومبكي. نعم. اي شوف يعني هم بالنسبه لهم هاي النظام الجائر يعني هو يريدها من الله على الله. شوف يعني هسه هجموا على المتظاهرين. نعم. على الخيم يعني يقول لك هاي هسه الخيم راحت وانتهت هذا الفيروز فالفيروز لانه شنو حتى احنا هم يردونها من الله على الله الشاهد يعني. نعم. فهذا بالنسبه لي هذا مضحك ومبكي. شوف هسه هذا النظام الجائر هو لو كان صحيح يريد مصلحه العراق. نعم. ما قتل 800 شهيد من المتظاهرين عرفت الثوار. نعم. لو كان يريد مصلحة العراق ما هو ب 25,000 جريح. نعم. عرفوا الجرحى ومقعدين لحد لو كان يريد مصلحة العراق ما خطف تقريبا 6,000 مخطوف لحد الآن. نعم. ولحد الآن ما حد يعرف مصيرهم مجهول. نعم. هو ما يريد مصيره هو يعني هذا نظام جائر عرفت وما عنده لا رحمة ولا شفقة. نعم. على العراقيين لما يقتلون المتظاهرين هم ذولا كلهم إرهابيين يعني شنو هو فرقة عن الإرهابي؟ شنو فرقة عن الإرهابي؟ الإرهابي يقتل هو يقتل ما طيب. فرقة سيد يعني محمد أنا عرضت قبل شوية مقطع لنزاع عشائري في محافظة البصرة إطلاق رصاص وكأنك في ساحة معركة في حرب بين دولتين. الدولة اللي تسمح بانتشار السلاح بهذه الطريقة الآن تخرج لتعد الناس بأنها ستسحب السلاح من يد الميليشيات ومن يد من لديه السلاح في العراق إن كانت عشائر أو ميليشيات. شنو الآلية اللي ممكن تطبقها هي ما قادرة تمنع أصلا النزاعات العشائرية كأقل تقدير من الحدوث في محافظات كثيرة بالعراق؟ محمد هي ما عندها يعني الدولة النظام عاجز يعني ما عنده هو لو كان يعني يقدر على الميليشيات ما قتلوا المتظاهرين لو كان يقدر على الميليشيات ما ضربوا يعني الساحه مالت شو اسمه هذا المهم الامريكان. لا. لو كان يقدر على الميليشيات ما قاعدين هسه الميليشيات هي بكيفه يضربون ويقتلون ويطلعون على الشاشات الاذاعات ويقولون قتلنا وكذا او خطانا ويعني هم ما عندهم قدره على الميليشيات. نعم. احزاب هاي كلها جائره والحكومه ما عندها اي دور يعني هسه حكومه ميليشيات استاذ. نعم. محمد هاي. نعم. حكومه ميليشيات يعني مو حكومه ما عندنا احنا دوله هي شنو ماكو كل دوله ماكو فهذول هم. نعم. ميليشيات هم حاقدين على العروبه وعلى العرب وهاي العمليه هي كلها انتقاميه من العرب ترى كل من يقول لك انا هذولا انا كذا وانا حريص على الشعب وانا كذا وانا اقطع الفريق وهذا وسوى حظر لا 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 ابدا هو لو سوى حظر ويريد الشعب وحريص على الشعب ما حدود ايران مفتوحه ما يجيب ايران يخليهم كلهم مصابين بالفيروس ويخليهم بالفندق مال الرجال ما يخليهم بكربله ما يخلي هو لو يريد نعم يسس الحدود مفتوحه. سيد محمد فقدنا الاتصال مع السيد محمد من الناصرية. أنا أشكره شكرا جزيلا للمشاركة وضحت الفكرة. معنا السيدة أمل من الرمادي. تفضل يا أمل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هلا شلونك أستاذ محمد؟ الحمد لله بخير. تفضل أهلا وسهلا. احنا نحكي على نشاط السجناء يعني. نعم. يعني شنو المأساة هاي اللي هم يعني بالسجون واللي على يعني على شنو يعني مخليهم بالسجون هاي الأمراض. نعم. يعني حتى يعني جتنا مخابرة يعني من السجن اليوم يعني حالتين يعني انتقلوا من رحمة الله حالتين والأمراض يعني مستمرة حالتين. نعم. حالتين بكورونا. نعم. لو بمرض عادي امراض من الامراض اللي منتشره بالسجون حاليا هي هاي الامراض هاو يعني واليوم يعني هوايه يعني منتشره امراض يعني بيهم. نعم. والبارحه يعني هم يعني جت الاخبار هم يعني اثنين اليوم يعني اربعه يعني
انتقلوا الى رحمه الله. اربعه خلال يومين. اي نعم. تقدرين تقولين يا سجن لو تخافين على الطرف اللي وصل لك المال؟ لا طيب. ما اقدر يعني اقول طيب. يا سجن بس نعم. هاي يعني ماساة السجون نعم. يعني انا رايحة للسجون وشايفة الماساة مالتها وشايفة نعم. يعني كل شيء شايفة ماساة السجين نعم. كان الله يعني بالعون يا رعاية نعم سيدة أمل كان الله بالعون واحنا نطالب يعني تفضلي تفضلي هو احنا نطالب يعني بلك الله عفو بلك شيء يعني على شنو يعني هاي الماساة يعني هواية هواية بيهم يعني نعم. ماساة يعني ما تحكي ما توصف هاي المنطقة نعم. نعم الله يعينكم نعم. يا سيدة أمل أنا أشكرك من الرمادي والله يفك أسر كل بريء موجود في سجون ومعتقلات الحكومة والميليشيات باعتبار أن العراق في حكومة عندها سجون وأكو ميليشيات عندها سجون سرية وعلنية هكذا الأمور في العراق دعونا نشاهد هذا المقطع الثاني تكملة للمقطع الأولاني ومن زاوية أخرى للنزاع العشائري الذي حدث في محافظة البصرة شاهدوا انفلات السلاح أي دولة في العالم تسمح بوجود هذه المظاهر فيها؟ العراق بلد استثنائي حقيقة في المنطقة وفي العالم فيه هذه الفوضى بشكل كبير السلاح منتشر بشكل غير متصور حقيقة حتى عند البعض لا يتم التخيل حقيقة مدى امتلاك هذه الميليشيات والعشائر للسلاح قالها هادي العمري في إحدى المرات في استعراض عسكري للميليشيات قال بأنه لدينا سلاح يضاهي ما تمتلكه القوات الحكومية الميليشيات لديها سلاح يضاهي ما يمتلكه الجيش وما تمتلكه الشرطة والقوات الحكومية في العراق بشكل عام بل حتى يتفوق على القوات الحكومية في امتلاكه للسلاح هذه هي الميليشيات الآن في العراق هذا هو العراق مشاهدينا الكرام نتساءل دائما لماذا أوصلت هذه الأحزاب العراق إلى هذا المستوى المتدني من كل شيء تقريبا على كافة الصعد وعلى كافة المجالات نرى العراق في ذيل الترتيب إن كان على مستوى النزاهة فهو متذيل دائما يتصدر قوائم الفساد يتصدر قوائم العنف من أخطر بلدان العالم من أخطر مدن العالم بغداد وغيرها هذه التصنيفات التي صدرت من منظمات دولية تؤكد أن العراق بلد منهار مخترق السيادة عندما يخرج عادل عبد المهدي أو غيره من شخصيات يتحدثون عن سيادة السيادة مخترقة بهذه المظاهر التي نشاهدها الآن طيب هذا جانب الجانب الآخر يتعلق بالقطاع الصحي طبعا موضوع انتشار فيروس كورونا والمهزلة حقيقة اللي دي يشوفها العراقيون يوميا هي قضية دخول الإيرانيين وفرض حظر تجوال من جهة والسماح للإيرانيين والحدود بيد الميليشيات من جهة أخرى وكما تحدثنا أول أمس هبطت طائرة في مطار البصرة بالساعة 11 مساء قادمة من مدينة مشهد الإيرانية لكن دعونا نشاهد هذا المقطع من مدينة الكوت لشخص مصاب بفيروس كورونا استمعوا جيدا ما الذي يقوله صاحب المقطع الآن حالة قرب ربط مسلم العقيل محطة وقود الكوفة صنع 104 أخروا صار تقريبا نص ساعة ماكو استجابة طبعا في الكوفة عفوا وليس الكوت نصف ساعة أكثر من نصف ساعة سيارة الإسعاف لم تأتي لنجدة الشخص المصاب بفيروس كورونا نصف ساعة أي نظام صحي يمتلك العراق أي وضع يعيشه العراق كبلد من الناحية الأمنية
من الناحية الصحية. من معنا الآن؟ السيد كاظم من الديوانية، تفضل. حضرتك أستاذنا العزيز أستاذ محمد، حياك الله، أهلا وسهلا. تحياتنا إلى قناتكم الكريمة. الله يبارك. أم العشائر تقدم مناشدة للعشائر وللمرجعية وللإعلام الحر. نعم. وإحنا ما لنا علاقة برئيس وزراء، رئيس وزراء هم ذاك الراحب بكيفه، وهذا تجيب كيفهم يوميا هم ترشيه. بس نعم. العشائر والمرجعية والإعلام أنتم أهل العراق وأنتم أهل تاريخ العراق. نعم. إذا هو يقول أنا صحيح الجرف إحنا ما عندنا إشكال وياه. يشكل حكومة انتقالية لجنة يخليه مثلا مشاحنات ومخليه يشكل لجنة اللي عندنا مرض، لجنة من الإعلام ومن الخيرين ومن الشيوخ العشائر، لجنة تقود البلد، وخلي خلوا الرئيس وزراء زرفي غير زرفي ما له علاقة بيه. هو هي ولا الانتخابات ولا يردون ذول الإعلاميين الحر، أنا متأكد يشتغلون ببلاش وهم يمتلكون القانون وهم يمتلكون الانتخابات شلون يسكونها ويخرجون هاي الدرجات الخاصة، ويقول لك العراق مثل ما كان. هم الإعلام الحر يعرفون الفتش، القنوات الإعلامية أقصد الإعلام الحر كلهم دكاترة وكلهم يفهمون، مو دكاتراتهم مزورة مثل هاي الدكاترة اللي جت من الخارج. إذا المرجعية صحيح والشيوخ العشائر صحيح والإعلام الحر بالرجال طيب من نجاح وصل قد جملة كلها عليه راح اشتكي من الاتحاد. الاتحاد انت ما تسوق لنا مثل يا اخوان، مخلي الشباب ضحتهم بالشارع. انا ما بالنسبه ما اقدر اعوف الشباب ومخلينا بالشارع، انتم هم ما يهمهم لو قتل 800 و900 والف لا العبار بعيونهم ولا الشهداء بعيونهم ولا سبايكر بعيونهم كل شيء ما بعيونهم. لا. اهم شيء عندهم المناصب من على اهله وكلي بالمصر. وتحياتنا لكم يا عم. شكرا جزيلا سيد كاظم. طبعا خرج المتظاهرون واللي حضرتك قلت انه هم 800 أو أكثر حاليا، أكثر من 1000 شهيد وأكثر من 30,000 جريح، طلعوا يريدون وطن خالي من هاي النماذج وهاي الأشكال الموجودة في المنطقة الخضراء. عدنان الزرفي من اللي جابه؟ جابته أحزاب السلطة. صح أكو اختلاف الآن حاليا عليه، لكن هذا الاختلاف كما يقول محللون سياسيون الاختلاف من أجل المنافع اللي ممكن تعود عليهم كأحزاب وكجهات من الشخص المرشح، مو لأن هم لسواد عيون العراقيين ولأن هم حريصين على العراق والعراقيين. هم يريدون شخص يلبي لهم أكثر ممكن أكثر قدر ممكن من المتطلبات. عدنان الزرفي جاء بتوافق وجاء بترشيح من برهم صالح اللي هو أيضا مرفوض من الشعب. يعني هذه الحكومة كلها بالشكل الحالي أو الأحزاب كلها مرفوضة. ما نجي نقول أنه إحنا مو مشكلة يبقى الزرفي، بس لا، إذا يريد فعلا العراق أنه العراقيون أنه يدار العراق بشكل صحيح من الأكفاء من الوطنيين، طاقم كامل وطني مستقل هو اللي يحكم ويدير الشؤون. ما نجيب مستقلين ونحط وياهم فاسدين. عدنان الزرفي عليه قضايا فساد كثيرة ومتهم بكثير من الاتهامات، فما ترهم، ما أعتقد أنه ينفع أنه يكون الوطني يعمل ويا الفاسد لإدارة شؤون البلاد. أسماء من ديالة، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا لك ولكل قادة قناة الرافدين. تسلم. أخي محمد بالبداية تكلمت عن النزاعات العشائرية. نعم. احنا بسليمانية، وسليمانية أمان مثل ما تعرفون انتو الإعلام والعالم كله يعرف، يعني أمان والأجهزة الأمنية يعني مسيطرين بشكل تام على المحافظة. اليوم سمعنا بالقنوات الكردية، أنا واحدة من الناس أنا تابعتها، الشاب قتل 3 من إخوانه. نعم. ووالدته وأبوه طبعا حالته خطرة بالمستشفى. نعم. يعني وين الأمن؟ من سألوا أحد أقارب القاتل من قالوا كل شيء ما بيه، لا عنده حالة نفسية ولا شيء. بس إحنا نريد نعرف منو اللي انطبيده سلاح. هسه نعم. هو ما عنده سلاح، هو إنسان مدني يعني كل شيء ما عنده، فيعني يقولون منين جاب السلاح وقتل عائلته. نعم. يعني هسه هنا بالأجهزة الأمنية بسليمانية يريدون يدققون أو يحققون بالموضوع. نعم. وين يوميا نسمع هيك حالات، يوميا نسمع هيك حالات، بس القنوات العربية أكثر شيء ما يديعون هاي الأخبار. يعني تابعتها قبل ساعة ساعتين. نعم. هيك. نعم. فيعني وين الحكومة من هاي الحالات؟
وين؟ نعم نعم استاذ محمد، ماكو حكومه بالعراق بكردستان، ماكو حكومه. مجرد يعني هيك كلام. نعم سيدة أسماء، طبعا هذه أنا أشكرك، هذه النقطة التي نتحدث بها، أنه إذا كانوا يتحدثون بموضوع حصر السلاح وكل شخص من اللي يستلمون المنصب لرئاسة الوزراء يطلع يوعد الناس بأنه هو حيحصر السلاح بيد الدولة وسأحصر السلاح بيد الدولة، كلهم وعدوا هذا الوعد، أين التطبيق؟ وين التنفيذ على أرض الواقع؟ ليش بعدنا دا نشوف أكو سلاح وإطلاق نار وصراعات عشائرية وميليشيات تقتل العراقيين وتهدد العراقيين وتثير الفوضى والرعب بين صفوف العراقيين؟ هذا السؤال اللي نطرحه إذا كانت الحكومات ما بعد الاحتلال كلها وعدت بحصر السلاح بيد الدولة، ولغاية هاي اللحظة وصار لنا 17 سنة بالعراق ماكو سلاح تم حصره بيد الدولة، بالعكس أسلحة الميليشيات والعشائر تزداد قوة يوم بعد يوم. أحمد من كربلاء تفضل. الله يخليك سعد محمد، يحفظك الله. حياك الله، أهلا وسهلا استاذ محمد. عندي فد للمتظاهرين، نعم، فد رؤيه صارت عندي. تفضل. ان نفذتها وصارت ونجحت عندي بالبيت من فيروس كورونا. نعم. اشعال النار، اشعال النار ضروري بالبيوت او بالسطوح. نعم. فيا ريت هي هاي يعني يسووها المتظاهرين، اشعال النار. تحميهم من فيروس كورونا المنتشر. طيب هاي نصيحة يا سيد أبو أحمد، يعني نجحت عندك يعني سيد أحمد؟ نجحت فتفشي يعني كل شيء ضروري، هذا خاصة الدخان ما تنه يبعد. طيب احنا سؤال يا سيد أحمد، أنا أريد أسألك، احنا ليش نلجأ لهاي الوسائل البدائية والمفروض احنا في بلد غني؟ حكومة ما عندنا. اي حكومة بها خير ما عندنا، حكومة إيرانية يعني، حكومة إيرانية يعني، ما عندنا حكومة عراقية. موضوع جدي يعني ما قلت على مود حماية المتظاهرين وحماية الشعب، ما عندنا هذا الشيء، حماية مصالحهم فقط. نعم أنا أشكرك سيد أحمد على هاي النصيحة، وحقيقة مأساة لما نسمع أنه العراقيين يريدون يلجؤون إلى وسائل بدائية لأن هم عايشين في بلد من أغنى بلدان العالم وما عندهم نظام صحي يمكن أن يساهم في وقايتهم من الفيروسات ومن الأمراض، ودولة مفقود بها الأمل أصلاً من أول يوم من الاحتلال أنه هي ممكن تسوي شيء للعراقيين. سيد أحمد من كربلاء نصيحة، رجل بحرص وبمحبة حقيقة دي يقول دي يوصي، لكن إحنا يعني ليش نلجأ إلى هاي الوسائل البدائية القديمة في حين أنه إحنا المفروض يكون عندنا نظام صحي متكامل يساهم في وقاية العراقيين من هذه الأخطار. أبو عبد الله من لندن تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية لك ولقناة الرافدين والسادة المشاهدين. أهلا وسهلا. أخي محمد، طبعا أنت سألت سؤال أن يكون السلاح بيد الدولة. نعم. وهناك يعني هذا العامري يقول نحن عندنا سلاح أكثر من الدولة. نعم. أنا برأيي نحن هنا يعني نقيم دور الدولة، دور الحكومة من يوم ما جينا، يعني الأمريكان يوم غزوا العراق وبوش وبلير تباهوا قالوا إن هناك أول عملية ديمقراطية حرة في الشرق الأوسط في العراق. نحن نقيم دور الدولة من يوم الغزو الغاشم. نعم. نقيم دور الحكومات المتعاقبة، ماذا قدموا للشعب هنا. نعم. هنا ماذا يعني دور الدولة، يعني حتى لو السلاح بيد الدولة. الدولة هو الذي يسرق خيرات الشعب ويقتل الشعب. نعم. وأيضا هؤلاء الميليشيات أخي محمد، مثلا عندما الآن قيس الخزعلي من جماعة عصائب أهل الحق. نعم. عندما نحلل يعني نقيم دور هذا يعني يسمى عصائب أهل الحق، يعني نريد ما هو الحق وما الذي يهدف إليه. نعم. هو هذا جرثومة، هو كورونا، هو شخصيا هذا نسيت اسمه عفوا، قيس الخزعلي. نعم هو يعني فيروس كورونا يعني اطلق يعني هو يعني عندما قال تتذكر
قال عندما كان يرسل الميليشيات لقتل الشعب العراقي يعني ياخذ عصف الشعب اتباعه الجهلاء، يعني يقول هؤلاء الاحفاد من اولئك الاجداد، فياخذ عصف ميليشياتي عندما ينطلق من منطلق طائفي بغيض يقتل الشعب العراقي من هذا، يعني هو يسمى نفسه اصايب اهل الحق. فباي حق يقتل الناس؟ يعني هم السؤال هنا عندما يسمي نفسه أصايب أهل الحق. يعني فالمصيبة أخي محمد، الكارثة هو في الجهل. أنا أخي محمد قبل أيام على الواتساب على وسائل التواصل اثنين يعني رجال كبار، يعني ليسوا أطفال، كبار عجوز، فيذهبون إلى زيارة إمام موسى الكاظم، يذهبون في الطريق يسألهم الصحفي، فهو واحد منهم يسب السعودية وإسرائيل وأمريكا ويتضاربون. يا أخي محمد انظر، يعني ليسوا أطفال، يعني انظر الكارثة، هذا العجائز يتقاتلون. فأنا قصدي العشائر والفوضى الآن. مشكلتنا أخي لو إحنا عندما نرجع إلى الإسلام الحقيقي، الإسلام الصحيح، الإسلام جاء قال وما أرسلناك إلى رحمة العالمين وكونوا عباد الله إخوانا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهنا نحن أيضا يجب شعبنا العراقي لا يعول على الأمم المتحدة ولا على أمريكا ولا على الميليشيات، هو حتى العراقيين يعيشوا في أمن وأمان. يجب أن منهج الإسلام ولا الأطفيات، يعني طيب. الآن فيروس الكورونا طيب أنا أكتفي معك بهذا القدر سيد أبو عبد الله من لندن، أعتذر منك طبعا، لدينا متصلين ينتظرون. وضحت الفكرة بشكل عام. معنا الآن السيد أبو علي من الموصل، تفضل يا أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي احنا نطالب الحكومة بالعفو، العفو العام للمساجين المظالم اللي لم يرتكبون أي جريمة. لم يرتكبون أي جريمة ضد الشعب العراقي. زين، ومن هذا المرض الفيروس، ولأنهم في هذا الوقت هم داخل السجون يعتبرون نفسهم محكومين بالإعدام. أبو علي، أبو علي مو يعني نطالب تفضل تفضل. نعم تفضل يا أبو. نطالب الحكومة العراقية. أنا أبو علي أنا ما عندي يعني المساجين ما عندنا طلب بالنسبة لل شو اسمه الأربعة أرهاب أو المخدرات. بينما إحنا نطالب الأشخاص اللي داخلين بالدعاوى المدنية، يعني مثلا والأحكام الخفيفة. زين، الأحكام الخفيفة اللي باقي له سنتين، الباقي له أربع سنوات، الباقي له سبعة أشهر. زين، فكثير مظالم داخل السجون. كثير مظالم داخل السجون من قبل هاي الحكومة. أبو علي، أبو علي حضرتك قلت جملة كلش مهمة. قلت ذولا الموجودين المظالم الموجودين بالسجن لم يرتكبوا أي جريمة ضد الشعب العراقي. أي عدل وأي قانون بالعراق يقول أنه المظلوم يدخل للسجن وهو مرتكب جريمة ضد الشعب، وهادي العامري وقيس الخزعلي ومقتدى الصدر يبقون وإلهم حصانة، والناس من السياسيين تقدرهم وتحترمهم، وهم ما بقوا شيء مرتكبوا ضد الشعب العراقي، أي قانون وأي عدل؟ والله أخي العزيز، هم بالنسبة لهم ما يحاسبون، يعني هم عندهم حصانة مو مثل المواطن العراقي الفقير اللي لم ما يمتلك اي حمايه للمواطنين. المواطنين في الوقت الحاضر في جميع انحاء العراق، زين، اي شغله يحكيها اذا يطالب بحقه ده يروح من قولات نحكيها بالعاميه، يروح بدوس رجلين. ليش يعني ليش؟ شنو هذا هذا ظلم، هذا ظلم. احنا ما نقبل بان الشعب العراقي يصير بيه بهذا الشيء. زين، واثنين يعني الدول المجاورة، إيران أعلنت عفو، تركيا أعلنت عفو، كثير دول من الدول المجاورة أعلنت العفو خوفا من المرض الفيروس هذا مال الكورونا. زين، والآن المساجين في السجون هم محكومين بالإعدام مقابل المرض مال الفيروس زين كورونا. زين، ونطالب الحكومة بإطلاق سراحهم والإفراج عنهم. زين، وعن حال باقي الدول والشعوب العربية والأجنبية.
أنا أشكرك يا أبو علي من الموصل، شكرا جزيلا للمشاركة معنا. السيد أحمد من الدنمارك، تفضل يا أحمد. السلام عليكم أخ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي إلى كل المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا. أرجو أن تعطيني شوية وقت بس لأنه أردش أحكي بخصوص الاحتلال الأمريكي للعراق. بس أريد باختصار قدر المستطاع. نعم؟ باختصار قدر المستطاع يا سيد أحمد. قد ما أقدر أحاول، بس نقطة جدا مهمة يا أخي أحب أوضحها. سنة 87 قرأت كتاب اللي هي مذكرات واحد من أشهر رجال الأعمال بالعالم اسمه لي إياكوكا. هذا كان المدير العام لشركة فورد لمدة 33 سنة. طيب. هذا بالكتاب ماله شي يقول، يقول أنه مرة من المرات عندهم وحدة من فروع المصنع مالتهم في منطقة في مقاطعة اسمها آيوا. طيب. هذا المصنع كان ما يثمر هواية، يعني ما ينتج هواية. فقررت الشركة أنه تسد لهذا المصنع. الناس اللي كانت راح تحولهم إلى سوق البطالة هم 10,000 واحد. نعم. الحكومة الأمريكية أعطتهم 180 مليون دولار. نعم. بس حتى لا يحولوهم إلى سوق البطالة. نعم. مو سلفة وإنما منحة. نعم. منحة 180 مليون دولار فقط حتى 10,000 لا يطلعون على سوق البطالة. لما أجا بريمر سنة 2003 وحل الجيش العراقي وهو يعرف أنه حوالي نص مليون إلى يمكن أكثر حتى منتسبين الجيش العراقي من جنود إلى ضباط إلى 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 لما يجي يحلهم هالشكل، تعتقد أنه هذا كان قرار شخصي بالنسبة له؟ يعني قاعد الصبح والله شا تريق، تريق بيض وتريق زيتون؟ لا والله خل أحل الجيش العراقي. أنا في اعتقادي أنه هذا القرار كان متخذ حتى قبل ما يدخلون على العراق. نعم. كانوا يعني من ضمن الخطة، لأنه هذه الطريقة اللي تتفلش بها الدولة، أنه تفلش الجيش مالتها. نعم. أنا آسف على الإطالة بس لا هي واضحة النقطة، واضحة النقطة جدا يا سيد أحمد من الدنمارك، والدليل على كلامك وتأكيدا إله طبعا أنه هاي النماذج الفوضوية اللي نشاهدها اليوم وانتشار الميليشيات والسلاح، لو كان هناك جيش نظامي في العراق وطني لما حدثت كل هذه المظاهر البشعة التي نشاهدها ويشاهد العراقيون كل يوم. طبعا أنا أشكرك يا سيد أحمد، أشكرك، كنت معنا من الدنمارك، أعتذر منك، لدينا متصلين ينتظرون. الآن معنا السيد أبو ياسين من بغداد، تفضل يا أبو ياسين. تحياتي لك أخوي لاقا. حياك الله، أهلا وسهلا أخي. أتطلع المتصل من الموصل. نعم. كورونا، بس أريد أوضح عن العراقيين وحتى العرب إذا أريد أقول لهم العراق لفا مرض كورونا ترى من 2003 يا أبي. نعم. من 2003 أول أثروا البشرية وعلى الزراعة قضاء. نعم. جوامع وحرق القراعين وفلش مرض كورونا يا أبي. هم هذول من إجوان، هذول أقوى من أقوى مرض كورونا. نعم. يعني ما جاي يكتب أنا مجنف في الشوارع، بس أخي هؤلاء هم مرض كورونا حتى لو وثوا سمعة الدين. نعم أخي، بسر دواء العالم. نعم. هذا مرض هذه هم دول مرض كورونا، والله وكيلك لو ما ولا نعرف هاي الأمراض. إحنا هم هؤلاء أقوى من المرض، بس أنا أقول للشعب العراقي انتفقوا انتفاق واحد على هذا المرض كورونا، إن شاء الله تقضون عليهم هذا المرض أخي، بس أريد أفهم العالم. نعم. وأشكرك أنا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا سيد أبو ياسين. طيب نذهب إلى فاصل قصير الآن مشاهدينا الكرام، ومن بعده نعود، ابقوا معنا. هاي اول حالة كورونا، فيروس كورونا مؤكدة بمستشفى المناظرة العام، وراح يجون ساعه فوري يشيلون ان شاء الله. خذ الحيطه والحذر.
طيب أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. معنا الآن السيد أبو باسم من السويد، تفضل يا أبو باسم. أبو محمد أهلا وسهلا. كيف صحتك أخبارك؟ الحمد لله بخير الحمد لله، تفضل. عفوا قبل فترة اتصلت، أعتقد أنك تعرفني. نعم أبو باسم. نعم تفضل. يعني كنت لازم سياسي. شلون؟ برفحه كنت يعني لاجئ. ها انت يعني لاجئ من رفحه؟ نعم نعم. هذا عدنان الزلفي هذا كان ويانا بالمخيم، مخيم رفحه. نعم. مخيم رفحه واحنا كنا نعرفه. نعم. يعني انا فاجئت قبل يومين ثلاثه اشوفه صار رئيس وزراء، هاي شلون؟ نعم. يعني مو شيء، مو ما يشبه شيء. احنا نعرفه، شوف شنو تاريخه هو بالمخيم. نعم. وهو بقاطع النجف وانا ساكن بقاطع النجف. واعرفه شخصيا. نعم. كنا نعرفه، بس اي واحد من رفع على عدنان الزلفي عرف. نعم. وانت برايك انه هو ما يصلح لي استلام هذا المنصب؟ نعم ابدا مستحيل. نعم. شيء ما يشبه شيء. طيب. شيء ما يشبه شيء. عفوا على السؤال يا ابو باسم، يعني عفوا معذره للسؤال، لكن هذا حضرتك اتصلت واني يعني اكو فضول عندي. تتقاضى نظير كونك في رفحه او من المخيم رفحه؟ مخيم رفحه انا صار لي 27 سنه بالسويد. شلون عفوا؟ انا صار لي 27 سنه بالسويد هنا. نعم. احنا اجونا وفود من امريكا من السويد من كل دول العالم. نعم. هو راح لامريكا. لا لا انا سؤالي لك يا ابو باسم، انت تستلم نظير كونك من مخيم رفحه من اللي طلعوا؟ عفوا ما فاهم قصدك. تستلم مقابل مادي الان بالعراق كل من لا 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 من ينتمي الى رفحه يتقاضى مبلغ وقدره من المال؟ بالضبط بالضبط. انا لحد الان لا دخلت للعراق، اغلبيه الناس راحوا للعراق واخذوا همينه واخذوا همينه. نعم. اخذوا رواتب وتقاعد واخذوا همينه امتيازات. نعم. هي طبعا انا اشكرك، هي كلمه منك حقيقه وتكفي. انا اشكرك يا سيد ابو باسم، لانه حقيقه موضوع من انتموا الى من كانوا حقيقه في مخيم رفحه وبعدين طلعوا، الاموال التي يتقاضوها حقيقه هي من اموال الشعب العراقي بدون وجه حق، وجزء كبير حقيقه اذا ننظر الى هذه الارقام، ارقام مخيفه جدا، الارقام اللي يتقاضاها ما يسمون بسجناء رفحه او من مخيم رفحه او يعني بهذه الاوصاف، فأرقام مخيفة جدا حقيقة، أموال الدولة العراقية تذهب بدون وجه حق لمن أثاروا فوضى في العراق سابقا. عموما فيما تبقى من وقت نقرأ الرسائل الواردة. طيب فيما تبقى من وقت، بسم الله، في رسالة أخوكم من النرويج يقول السلام عليكم، وجه سلامي لأبو علاء، استمروا في نقل الحقيقة، أخوكم من النرويج. في رسالة تقول أحمد من أمستردام، مساء الخير، إيطاليا من الدول العشرة الأولى في النظام الصحي وما قدرت تسيطر على الوباء وتركوا أمرهم إلى السماء، وإحنا نظام الصحي العراقي تحت الصفر وما يقبلون يلتزمون بالحظر الصحي، وين بعد نوصل؟ في رسالة تقول السلام عليكم، شلونك أستاذ محمد؟ أنا معلي من ذي قار، اللهم إنا نبرأ إليك مما يفعله الطغاة والظالمون، نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا رب المستضعفين. طيب شكرا يا أم علي وآمين. طبعا عمر بن الأنبار، فيروس الطاعون اللي أصاب الشام في زمن سيدنا عمر بن الخطاب تم الخلاص منه بالخروج إلى سفوح الجبال، وطاعون كورونا الخلاص منه بالالتزام بالمكوث في البيوت، لأن هذه الأمراض تتفشى في بؤر وتتكاثر. أبو حاتم من الموصل، رسالتك طويلة أقرأ منها باختصار، السلام عليكم بعد التحية. هذا الفيروس العوبة من ألاعيب الاحتلال الأمريكي وأعوانه في العراق، الغاية منه إجهاض الثورة والثوار
استمروا في ثباتكم. يعني منتشر على مستوى العالم، يعني الموضوع صار أكبر وأخطر، لكن لا يمنع هذا من وجود مخططات لوأد الثورة. نعم، اللهم احفظ المتظاهرين من كل شر، اللهم احفظ كل الشعب العراقي من كل مرض. سلامي لك بنت الناصرية، شكرا جزيلا لك. في رسالة، السلام عليكم، أصبح العراق بلد سائب بدون قانون، وأصبحت اليوم الميليشيات تقود العراق. نوار من هولندا، شكرا. في رسالة، السلام عليكم ورحمة الله أخي الكريم، نرجو منكم الطالبون بالعفو العام، لأن أغلب السجناء مظلومين قسما بالله، واللي ما عنده واسطة مستحيل يطلعوه حتى إذا كان عنده تنازل، فضلا منكم تساعدونا بأي وسيلة. والله إحنا نوصل صوت الناس جميعا اللي يتكلمون ويانا ويتصلون واللي يرسلون الرسائل، نفعل ما باستطاعتنا، لكن السجون وإدارتها بيد ميليشيات وبيد مخابرات إيرانية وبيد قوات حكومية حقيقة تابعة لأحزاب. ونتمنى العفو والعافية للجميع والسلامة لكل المعتقلين الأبرياء. في رسالة، السلام عليكم، يا قانون اللي دي تحكي عليه، قانون العراق فاشل، وإن شاء الله لأن الله عادل وهو القانون سوف يقتل جميع الأحزاب. أم زهراء من الكوت، شكرا لك. وهذا طبعا من النماذج اللي ملينا منها، أنتوا قناة داعشية، ومدى أفهم يعني هذا الموضوع مجرد إثارة بلبلة بالحديث. عموما، في رسالة من سيد مبروك من الإمارات يقول، تحية لك أخي محمد، عدنان الزرفي لا يصلح لرئاسة الوزراء، هذه حقيقة، لأن من ضمن الفاسدين. حقوق العراقيين يجب أن تعود، وثورة تشرين سوف تسقط عروشهم. شكرا جزيلا يا سيد مبروك. بان من بغداد تقول، أدعو للناس يظلون بالبيت لأن جاي ينتشر الفيروس، خليك بالبيت هاشتاج. طيب، بهذا وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أنا أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة. إلى اللقاء.